السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية الشباب، معكم خالد من جيمرز. أنا كل يوم رجعت لكم في مقطع جديد عن لعبة The Crew، بالضبط يعني إضافة أو توسعة Calling All Units الجديدة. طبعا The Crew لعبة نزلت من سنتين تقريبا، ما لقيت صراحة وقت أني ألعبها وأشوفها خلونا نقول، لكن أحب أقول لكم أن اللعبة لها كوميونيتي كبير وعالم مفتوح وأونلاين وفيها أمور كثيرة. والحلو في الموضوع أن يوبيسوفت خلال هذه السنين كلها قاعد تطور في اللعبة أو تعطيها يعني توسعات وإضافات وأشياء جديدة وأيضا تحسينات في الجيم بلاي والجرافيكس. فيعني هنيئا للي لعبوا The Crew وللحين مكملين في هذه اللعبة. اللعبة صراحة جميلة ومثل ما تقولون يعني حلوة، لكن أنا عن نفسي ما لقيت لها وقت. عموما جربت توسعة الدوريات عجبتني، فقلت ليش ما أسجل لكم هذا المقطع تشوفونها معي. أكيد كثير منكم ما جرب لعبة The Crew، وحتى يمكن حتى اللي جربوا لعبة The Crew كثير منهم ما يعني اشتروا الإضافات هذه الجديدة أو التوسعات الجديدة. فبس هذا يعني مقدمة سريعة عشان أقول لكم شنو بنسوي في هذا المقطع. بيكون تجربة الدوريات، وكلنا نحب الدوريات من أيام Need for Speed كانت، تذكرون الألعاب الثانية كان شيء جميل صراحة. دائما الدورية لما تدخل في الموضوع يكون شيء حلو. طبعا هذا مثل ما انتم شايفين بداية المسج، في شرطية اسمها الزوي، هذه أندر كفر موجودة في القصة. يعني ترى The Crew فيها مهمات قصة يعني كاتسين وكذا. وهذا شوفوا أمريكا الشمالية بالكامل موجودة، تخيل أنك تقدر تتنقل في أي مكان في أمريكا الشمالية وتشوف ناس أونلاين يتمشون وأمور كثيرة. فلعبة The Crew من الألعاب صراحة يعني تميزت بفكرتها. صحيح أن فورزا موجودة وعالم مفتوح وكذا، لكن كعالم مفتوح وفي كوميونيتي حي أونلاين ترى The Crew أوسع بمراحل من لعبة فورزا. لكن كل لعبة لها مميزات، أكيد فورزا أفضل من ناحية الجرافيكس والفيزيكس والجيم بلاي بشكل عام. عموما هذه أمريكا بالكامل. أنا حاليا لأني مو موصل أساسا في القصة، فطالع لي أن مهمات القصة المبدئية اللي في لعبة The Crew العادية. في إزعاج صح؟ أوكي. الحين خلونا ندور أي مهمة للدوريات. حاليا أنا لقيت اللي هو بوليس شوب، طبعا تشتري دورية. الإضافة هذه أو التوسع فيها طريقتين للعب، يعني ممكن أنت تصير الشرطي أو ممكن تصير عدو يعني، أو تنحاش من الشرطة أو حرامي خلونا نقول. أنا قريب منها الحين. طبعا سويت ميشن قبل لا أدخل على الإضافة، يعني مثل ما تقول يعطونك تجربة سريعة للكولينج أول يونتس، التوسع هذه الدوريات، وعجبتني صراحة. بس لقيت انها موجودة عندي لان انا عندي الالتيميت اديشن يسمونها اللي لعبة The Crew، لقيتها مفتوحة. عموما حاليا انا رايح للشوب او السوق اللي تشتري منه دورية. خلنا نشوف وين مكان هذا. هنا ايوه عم بينا مخفر. انتر قسم الشرطة، طبعا الجراج للشرطة تشتري منه دوريات بفلوس، يعني المفروض ان الشرطي ياخذ دورية ببلاش، لكن شو نسوي. طبعا حاليا دخلت في جراج الدوريات، مثل ما انتم شايفين كله دوريات واشياء ومهمات تسويها. لكن طبعا اللعبه فيها دوريات اللي هي مجانيه اعتقد، اي هذه المرسيدس مجانيه، لكن السيارات الثانيه الدوريات كلها بفلوس. طبعا لو انت موصل في لعبه The Crew بيكون عندك فلوس، فممكن تشتري واحده من هالدوريات السريعه هذه وتستمتع فيها. لكن انا يعني شخص ما لعبت لعبه The Crew طالع فوق ليفل 3، لكن هذه مجانيه. الحلو في الموضوع انه في واحده مجانيه. خلونا نجرب المرسيدس ونشوف. سلكت كار، اوكي حلو. الموضوع الحلو في الموضوع انك انت الشرطي والحراميه ممكن يكونوا ناس اونلاين، يعني اللي يرتكبون جرائم او عندهم توصيل باكج والسوالف هذه كلها. حاليا هذه الدوريه، والله القياده فعلا تحسنت بشكل كبير عن اول ما اصدرت اللعبه. كانت اول ما نزلت شيء كارثه صراحه، الحين لا. خلينا نجرب الترن. طبعا تقدر تضبط سيارتك على دريفتنج، على دراج ريس، على اي شيء. هذا الحلو في The Crew، لو يعني ندخل في موضوع التضبيط وهذا في الكراج بتشوفون شيء يعني متوسع بقوه. عموما خلونا نركز في موضوع الدوريات. لحظه نشوف الخريطه. مهمات الشرطه يكون اللوجو ازرق اللي هو بهذا الشكل لما تحط على المهمه. يا عمي دخت اي هذه، يقول لك السيارة اللي راح تلعب فيها هي المرسيدس الدورية. اوكي عرفنا ان هذه شرطة، مهمة شرطة. في هني واحدة ثانية الكلبشات هذه ايضا مرسيدس شرطة. لكن شوف اللعبة مليانة مهمات تسويها، عندك هذه دريفت تونر، شيء ثاني هذا كار ديلر ما ادري شنو، بعد هني شنو مونستر اريا. طبعا هذه سيارات التوايرها الكبار. فتخيل هذا كله امريكا موجودة، امريكا الشمالية بالكامل موجودة. لكن الحين بنركز على مهمات الشرطة. اوكي بعد ما استخدمنا الفاست ترافل قطني على المهمة بالضبط، يعني الحين بس اللي علي اضغط دخول المهمة وخلاص. فندخل ونشوف
شنو المهمة هذه. طبعا تقدر تلعبها سولو او لوك فور كرو، طبعا دولك لاعب ثاني تباري او ما ادري شنو هذه معلومة دخلت ولي. خلنا نلعب سولو ما نخلق ننظر احد. نبدأ المهمة الحين وتشوفون طبعا في شخص لازم نطارده اللي هو هذا الموستنج اللعين وراه لا 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 اوكي. هذا المطار ذا بينه وبين الموستنج هذا عندنا 3 دقائق لازم ان نصيده، اللي هو ترانسبورتر الموصل او اللي عنده الباكج او اللي وات ايفر. المهم ان هذا اللي هو الحرامي اللي لازم نطارده. في سيارات راح تضايقني، تشوفون هذه السيارات لونهم اسود يضايقوني في المطارده، طبعا ربعه يغطون عليه لكن لا لا لا. اوكي في عندنا بوست نقدر نلعب من شو اسمه منظور اول فيرست بيرسون من داخل الدورية او نطلعها برا. اوكي وين راح الموستنج؟ قرب 200 200 200 100 اوكي حلو. اوكي هنستخدم الحين سلاح يسار. شوفوا وقفت العجلات عنده، حلو العجلات هذه التواير زين. شوفوا الازرق تحته، نضغط الثانية اعطيت الحين سلاحين اخضر، شوف وقف سته. الفكره انك يعني تحاول انك تكون 7 ثواني لازق فيه وراح يوقف، يعني تعتبر ان الرست خلاص. اوكي هذه اول مهمه خلصناها ونشوف شو يصير. ميشن كومبليت. اوكي مبروك 510 ليفل. اعطوني ابيليتي او ليفل، خلينا نطق اكويب. اوكي طورنا الرانك اعتقد. طبعا كانت هذه اول مهمه مثل ما شفتوا طيعه، بس طاردنا اللي هو الموستنج ووقفناه بسهوله. لكن اعتقد ان في مهمات اصعب، لان انا اللي جربتها في الديمو للتوسعه هذه كان فعلا مهمه صعبه، وكنت انا اللي منحاش اصلا. مو نتجه الحين لمهمه ثانيه اعتقد، هني في مهمه قريبه. هذه نوع ثاني من مهمات الدوريات، خلينا نجربها. اوكي حاليا بنروح للمهمه الثانيه لكن نحتاج ان نروح لها مانيوال، ما راح يعني ما صار الفاست ترافل ما ادري شنو السبب، لكن ما في مشكله نتجه لها بشكل سريع. وهذا اللي بقول لكم اياه، يعني ان لعبه ذكرو ترى واسعه جدا، يعني لو بتروح على الخريطه كامله بالسياره تمشي كذي عادي، يعني تاخذ وقت فعلي مو وقت يعني باللعبه. طبعا اللعبه مركزه على سباقات الشوارع والتحديات اللي يعني خلونا نقول سبورت، لكن نزل لها توسع اللي اسمها وايلد رن، فيها مهمات يعني بالبر وما ادري وين، وسياكل بعد نزل لها توسعه ثانيه او نفس التوسعه اللي هي الوايلد رن، فيها اشياء ثانيه تسويها، والمونستر كارز مثل ما قلت سباقات المسابقات خلونا نقول. اعتقد عندي فيديو بحط لكم الرابط تحت في الديسكربشن تشوفون توسعه وايلد رن. شيء ثاني في الدريفتنج الدراج ريس وكل هذه الامور موجوده في اللعبه. يعني كمحتوى خذها مني ان لعبه الكروت تقدم لك محتوى كبير جدا، ولكن الاهم من كل هذا ان اللعبه تحسنت بشكل يعني كبير عن قبل. اول ما نزلت كانت صراحه يعني فيها مشاكل فيها اشياء مزعجه، لكن الحين لا اشوف انه يعني بلايبل بقوه، يعني بالعكس الجرافكس تحسن. وانا قاعد العبها الحين على اكس بوكس، فما بالك لو بي سي بتكون شيء افضل. عموما هذه التوسعه الجديده اللي هي الدوريات. فلو ناخذ يعني خلونا نقول نجمع كل هذه الامور اللي هي الوايلد ران وذكروا بالكامل، وعندنا توسعه الدوريات وغيرها من الاشياء اللي ضافوها للعبه، تاخذ انت لعبه باكج يعني متكامل. اذا عندك يعني مثل ما تقولون وقت تلعب اللعبه هذه بالعكس اشوف اختيار جدا مناسب. وانتظر لها عرض، يعني كان عليها ترى سيل قوي صراحه، خصم كبير في البلاك فرايدي واعتقد نهايه السنه، يمكن الحين بعد والله ما ادري كم سعرها. اللي يحبون التصوير طبعا فيها فوتو مود اللعبة، تقدر تضغط تحت تحط تصوير فوتو مود تغير الوقت. يا سلام برايتنس موشن بلور حلو والله الديتيل صراحة في الفوتو مود. اوه فلاتر بعد صارت بلور سيارة لحظة. عموما فيها فوتو مود وجدا متوسع، في اشياء كثيره انا اول مره ادري ان فيها فوتو مود. الحلو في الموضوع انه مثل ما قلت لكم ان اللعبه فيها اشياء تسويها في الطريق، يعني تسليه مثل ما تقول تحديات واشياء جم. هذا ما ادري من واحد اونلاين جايب فيها جولد ما شاء الله حلو. والله زين طلعت لي شوتر على الماشي بالخط، يلا اكويب ركب لغمت السياره. شوف ضبطت الحين الدوريه فشي حلو. الطريق كنتينيو
راح نكمل عادي. الطريق مثل ما قلت لكم انه فعلا ياخذ وقت ومسافات كبيره، لكن في اشياء تسليه بالطريق. يعني الحين لو اضغط يمين يسار عندي تشالنج ستانت او فوتو مود. الحين نبدا المهمه الثانيه ايضا، قال لك سولو ولا لوك فور فريند وكذا، نلعبها سولو. اوكي بدت المهمه الثانيه وعندنا مجرم جديد، نشوف شنو هذا. اوكي سيارته قديمه او موستنج اعتقد، مره ثانيه شنو اكله موستنجات، بس مبين انه ما راح اقدر اصيده بسهوله. سيارتي بطيئه جدا، لو كانت لامبورجيني كان صدته بثانيتين. هذا واحد من الاعداء المتطفلين، اعطيته سلاح. لاحظت انه صار فريم دروب شوي باللعبه. اوبا حلو، استخدمت عليه سلاح وقفته زين والله. حلو الاختصارات افادتني صراحه، بس الكل ما يعني تاثر بشكل كبير. نحاول نقرب منه. اوكي اوتش، استخدم عليه سلاح، انا اعطيته سلاح ثاني بعد وقفته. اعتقد وقف. ستوب. 7 6 5 4 3 2 1 يلا وقف. حلو صدنا الموستنج الثاني، اهم شيء اللي وراه هذا. اوكي حاليا مهمة جديدة لكن شوي مختلفة، بتكون مجرد سباق بين دوريات. انا ما ادري ان في بالصدق تصير سباقات دوريات ولا لا، لكن هذا موجود حاليا تشوفونه في 4 دوريات و اعتقد كلهم مرسيدس واحد، اي كلهم نفس الشيء، فنجرب نشوف. منها بعد تعرفون نظام اللعبه لما يكون سباق عادي، هذا نظام اللعبه يكون بهالطريقه. طبعا سباق مو لابس، يكون بوينت تو بوينت او يسمونه لاين او وات ايفر. طبعا حاليا على اليمين تشوفون فوق طلع لي كيس انفستيجيشن، يعني تحقيق في قضيه. خلينا نضغط واي. او فجاه ريست سورد سلاير، اعتقد ان هذا لاعب اونلاين. نحاول نصيده. والله او كانه 4 اشخاص مو شخصين. او الفورد واقف ليش طايفينك؟ يلا نحاول نلحق عليهم. المشكله ان سيارتي بطيئه، هذا الشيء اللي نرفز، يعني لازم اوصل عشان اخذ سيارات سريعه، وطبعا ما اقدر اوصل لان تحتاج وقت، وانا مسجل المقطع في بدايه التوسعه. اعتقد ان الدوريات الثانيه وقفوت. ترانسبورتر باستد. اوكي انا طبعا دشيت في المطارده لكن ما لحقت عليه لانه هو شخص اونلاين، ما تقدر تسوي ريستارت او انك تسوي اي شيء. اوكي دخلنا الجراج، واتمنى ان اقدر اطور الدوريه لان فعلا قيادتها بايخه. وركشوب حلو. ممتاز زين يصير. فيجوالز بيرفورمانس لازم هني التعديل. شنو عندنا هني؟ اوكي اللي لاحظته ان طريقة الدوريات انت توصل، يعني كل ما توصل راح تفتح هذا الاغمات اكثر وكذا، مو انت تشتري، يعني ما ادري ليش ما يصير. اوكي مطاردة ثانية لشخص ثاني، بانج بانج جيمر، طبعا هذا اونلاين. لكن يا جماعة اللي لاحظته انه لما يقطوني على سباق اونلاين مع شخص اونلاين يكون بعيد مسافة، يعني ما يعني هو اوريدي سريع اكيد. اوه يا سلام على الفيزكس، احلى حادث شفته بحياتي. اخر الله يقطع بليسك، وقفني من كان 200 يارد الحين صار 1000. اوكي قربنا من المجرم ونحاول نوقفه الحين. بانج دانج جيمر، هاك هذا سلاح، وقف وقف لو سمحت. بس 1 6، هذا سلاح ثاني بعد. وين راح؟ لا تقدم الحبيب. والله قص علينا الكلب. قط علي امباكت. شوفون هو اللوجو الاحمر اللي هو المجرم، واللوجو البرتقالي هذا الشخص داخل اونلاين ويساعدنا في المطارده. لكن صراحة الوضع في الاونلاين شنص يعني صعب. هذا 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 المجرم. وقف وقف. شت شت شت.
اوكي هذا المجرم 6 وقف 4 3 2 1 صدنا حلو وقف يا مجرم. طب طبعاً هذا شخص ثاني اونلاين واكيد حس بشعور اليأس انه وقف. حلو فيكتوري. طبعا الجيمرز اللي دشوا معنا فدش واحد مجرم واحد اونلاين دورية كلنا ناخذ نقاط في النهاية ترى كل الكل ياخذ نقاط يعني في الاونلاين سواء كنت انت المجرم او ال تعال تعال اوتش استخدم علي سلاح يا كلب والله ما هدك وينك ديفيتد اهم خذينا سكور. عموما كانت هذه تجربة بشكل سريع ل The Crew All Units. طبعا لو بقيم التوسعة هذه ما صار يعني ما اشوفها شيء ممتاز او خرافي اشوفها شيء لا بأس فيه يعني كتغيير جو دوريات وكذا مبدئيا حلوة لكن مثل ما قلت لكم القيادة شوي تعيسة في اللعبة بسبب بسبب نفسه ميكانكس الجيم يعني اذا ما تعدل سيارتك اذا ما تصير لها تضبيط والليفل مالها يزيد يكون القيادة شوي يعني تعيسة. بس حبيت اعطيكم نبذة عن توسعة The Crew Calling All Units. اتمنى عجبكم المقطع على الاقل على الاقل اخذتوا فكرة عنه بشكل عام او عن هذه التوسعة واشكركم على المتابعة. لا تنسون لايك والاشتراك في القناة واذا عجبكم المقطع حابين نسوي Let's Play ثانيين عن اي لعبة ثانية او تجربة لعبة يعني انا مهمتي اني اشتري اللعبة او احصلها عليها من الشركات نفسها عشان اغطيها لكم وتشوفونها. فاذا في لعبة معينة حتى لو كانت يعني قديمة وفاتت من قبل ما غطيتها لكم اقدر اغطيها لكم في هذه القناة. بس اكتبوا لي في الكومنت شنو اللعبة اللي حابين تشوفونها وان شاء الله احاول اغطيها لكم. عموما يعطيكم العافية على المتابعة ولا تنسون تشوفون توسعة كول اسمها Wild Run جدا جميلة سبورت وفيها حركات ومسابقات موجود الرابط تحت ايضا للعبة The Crew. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.